يقوله نفس ما قال شاعرنا البحريني نعم بن رفيع، شنو قال؟ يا أخي يقول اللي توده العشق ما هو بحرام، يقول خلونا نقول، خلونا نتكلم، بيجيب الوردة والله حق أمي، بيجيب حق زوجتي، بيجيب حق أخوي، ليش لا؟ خلي نسويها. صحيح. صارت في نوع من الجرأة، لأن احنا قاعد نشوف الحضارات الأخرى، قاعد نشوف المجتمعات الثانية هم أحسن منا بشنو؟ نعم ولا شيء. ليش هم يتميزون بهذا الأمر؟ مع أنه لو ننظر في عمق الحضارة اللي احنا ننتمي لها راح نكتشف أن كل الأمور اللي هم قاعد يسوونها أساسا هي موجودة عندنا، ولكن هم ناروينج، يعني مخلينها بشكل محدود، نعم في حين عندنا الشغلة ما شاء الله open with no ending، يعني مفتوحة بلا بلا نهاية. نهاية. نعم الدين الإسلامي يحثنا على هذا الأمر، وشخصيا وأقولها من خلال دراستي، تجربتي، مخالطتي مع الكثير من الأفراد، الأخوان والأخوات، أقدر أقول لكم أن الكثير من الأفراد ينظرون إلى عيد الحب هذا اليوم أن فرصة لتجديد العهد. تجديد العهد حق منه؟ حق الناس اللي نحبهم، أفراد أسرتنا، الصميم اللي معانا، الجزء الثاني منه. نعم خليني أقول لك، أحد الأعزاء اللي هو الشاعر فايت توفيق الهندال، أقدم له أجمل وأطيب تحية، قال قصيدة جميلة أتذكر منها بيت واحد، ليش؟ لأني عشقت هذا البيت. شنو قال؟ قال أنا نصف لها يكمل وأن البدر ثانيها. احنا لازم نكون شذي نظرتنا حق الناس اللي معنا، سواء افراد اسره، نعم سواء شركاء في الحياه. ليش سمينا الزوجه شريكه؟ شريكه عشانه معاي بكل شيء، بالزينه والشينه، الابتسامه، الضحكه، الدمعه، على قولتهم الصرخه، الى صحيح اخره. صحيح. طيب استاذ منال، يعني بالحب نصنع المعجزات، ومن وجهة نظرك شلون يعني شايفة أو تستطيع تحقيق هذا المستحيل في مجتمعنا بالحب؟ الحب هو عبارة عن تضحية، يعني الإنسان يعني يضحي بوايد كثير من الأشياء مقابل أن الإنسان الثاني اللي يحبه يكون سعيد. نعم صحيح. يعني الإنسان يطوف، يعني في مشاكل زوجية يعني يتفاداها، يعني يسامح، يرجع مرة ثانية. استمرار الحياة الزوجية هو الحب، هذا يعني أعتبره نعم حب يعني القوي. تلقى ناس عاشوا 30 سنة مع بعض، 12 سنة، أن كل إنسان يتحمل الثاني، يتغاضى عن حتى الثاني. سبحان الله، يعني من كثر العشرة بينهم تلاقيهم بدأ حتى شكليا يتشابهون في إيه كل شيء. صحيح، سبحان حد الله. هذا هو يعني، نعم حتى صحيح. طريقة الكلام ممكن تلقى، يعني كثر ما تقعد مع أخوك أو تقعد مع إنسان حتى كم كلمة يعني تلقيطة تصير نفسه، يعني نفس الأسلوب، نفس الستايل كذي. صح كلامك. دكتور أيوب، هل نستطيع بالحب علاج بعض الأمراض النفسية؟ والله ساتي راح أروح إلى أبعد من ذلك. بالحب نستطيع أن نعالج الكثير من الأمراض النفسية، والكثير من الأمراض العضوية، والكثير من الأمراض الفكرية. شلون؟ والله عندنا واحد في، لا سمح الله، بعيد الشر على الجميع إن شاء الله، في ضغط دم. هذا الإنسان لو يعيش داخل دائرة الحب، الحب يساوي شنو؟ يساوي اهتمام، والاهتمام يساوي شنو؟ يساوي تغذية، والتغذية يساوي شنو؟ يساوي علاقة سليمة وصحيحة. بعدها راح تكون عندها أمراض وتبكير. آخر دراسة اطلعت عليها كانت نتاج بحث علمي بجامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية بإنديانا. شنو كانت نتيجة هذه الدراسة، هذا البحث؟ إنك أنت يا إنسان لو كنت دائما تتعرض إلى ضغوطات ومشاكل وتفتقر إلى الإحساس الإيجابي الإنساني الراقي، ألا وهو بين قوسين الحب، عمرك 21 سنة، صحتك، شكلك، كلامك، تفكيرك راح يكون مو 21 سنة، راح يكون 32 سنة. أي بمعنى أن كل هذه الأمور
راح تعطيك بوهة شكل تفكير صحة واحد أكبر من عمر 22 ب 11 سنة. فالحب الحب شغلة جميلة يا أنا. صحيح. يعني أذكر الفنان الراحل محمد عبد الوهاب عنده أغنية جميلة شنو يقول فيها؟ يقول الحياة حلوة بس نفهمها. زين شلون راح نقدر نفهم الحياة إذا ما فهمنا أنفسنا؟ زين شلون راح نفهم أنفسنا؟ فهمها بسيط. كل إنسان مو فقط الرجل، كل إنسان داخله طفل صغير. ما شاء الله يقوم تحيزين اليوم. داخله طفل صغير، والطفل الصغير شنو يحتاج؟ مراعاة، اهتمام، إحساس جميل، إيجابي، محبة، إلى هذا اللي نحتاجه، حب. دكتور هل صحيح في حب من أول نظرة؟ أنا ما أدري أسمع يقول حب من أول نظرة بس ماني فاهمة. والله بالأفلام في حب من أول نظرة. احنا لو بغينا نتكلم عن الافلام القديمه الواقع القديم يختلف عن الواقع الحالي. يمكن ليش لا في السابق كان في حب من اول نظره، من اول كلمه سمعتها صار في حب. العصر الماضي لان كانوا الناس تفكيرهم مشاعرهم مختلفه تماما عن العصر الحالي. الحين حب من اول نظره لا، في إعجاب من أول نظرة، في هدف من أول نظرة. والله يا دكتور أنا صراحة ودي أسمع لك وايد، لكن هم بعد سوري على المقاطعة. يعني هو يقصد أن العصر هذا اختلف عن العصر اللي قبل. ليش؟ أنا ودي أفهم ليش. يعني الحين العصر اللي فات غير هذا، هل تغير البشر؟ ماخذين أن الحب مشاعر تسلية وكذي، مو ماخذين أن في هدف. انه يعني صارت العمليه يعني حتى يقول لك يعني مثل ما تقول الحب الاول نظره انه مو مؤمن فيه مثل ما قلتوا الان حاليا متواجد. طيب وبالنسبه لمثلا التعارض او الزواج التقليدي او كذا، احنا اذا نبي نتعمق بالحب ترى هو انواع عديده ما راح نخلص. نعم. في حب من طرفين، في حب من طرف واحد، في حب يعني متبادل، صعب، في حب ممكن سلس، في حب من طرف واحد هذا صعب. يعني يعني اللي راح يحب من طرف واحد طول حياته راح يتعذب والثاني ما راح يحس فيه. صحيح. عرفت شلون؟ صحيح. في حب ممكن فترة مؤقتة وينتهي. نعم. هذا ما هو حب. صحيح. إذا بنظرك شنو الحب؟ الحب هو تضحية، يعني حتى لو الإنسان هذا راح عنك تتمنى له كل خير، تتمنى له السعادة في حياته. عرفت شلون؟ نعم. وتشوف إنسان ثاني يحبك، يعني انت حاولت يعني تحبب الانسان هذا فيك بس ما صار. يعني دكتور ضروري يعني نعيش لازم نحب؟ مو ضروري. انا ما اشوف انه يعني ضروري ان انا اعيش علشان انا اسمع اغنيه الحب اسمى الوجود. انا احب نفسي. حلو. مو افرك تحبين نفسك. زين السؤال اللي يطرح نفسه ليش تحبين نفسك؟ انا والله فيني ميزات وايد ما شاء الله عليك. شعرت ان فيك ميزات؟ والله اشوف نفسي ادري ان فيني ميزات. لا شعرت سمعت من الاخرين تعاملهم معي، تعاملهم معي خلاني اخذ هذه الفكره. هم ليش عاملوك هالمعامله؟ لانهم حبوك. صح. يعني حب النفس صبح لي يمكن يمثلون يعني ما ادري في وايد مواقف راح تحسين انت مواقف. اه يعني الانسان لازم يتبع احساسه قبل لانه يتبع تصرفات يعني الناس. يعني مثلا اكزامبل انت رحتي دشيتي المستشفى او مريتي بظروف صعبه، الناس اللي تحبك راح تلقينها حواليك راح تساعدك اذا مو ماديا معنويا. طيب عندنا استطلاع ايضا في نزلت كاميرتنا الشارع وخذينا اراء الناس نشوفها ونرجع مره ثانيه نشوف. يعني هو يوم الواحد بعبر فيه عن الحب يعني للطرف الآخر كان مرته وكان حبيبته. والله صراحة بنتظرها يعني. آه طبعا آه طبعا يعني مع الأسرة كده والأولاد
بنخرج نتنزه في ده على الكورنيش في اي حته بتجمعنا يعني. بنمضي كده في مع الاولاد والمدام. انا اللي بحبه اكثر الاوقات يعني بمضيها انا ومرتي يعني بالبيت يعني من حوالي